إذا ما نظرنا إلى هذا المشهد في قطاع غزة، يعني تهجير سكان الشمال إلى المناطق الجنوبية، سياسة العقاب الجماعي، خناق وحصار للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، في النهاية كيف يصنف هذا أمام القانون الدولي؟ يصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية، ويصنف أيضا على أنه عمل باتجاه الإبادة الجماعية. نحن نلاحظ في هذه الأيام أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي فقط بالعقوبة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكنه أيضا يعاقبه بأساسيات الحياة مثل الطعام ومثل الماء والغذاء. الاحتلال الإسرائيلي يأمر مستشفيات القطاع بالإخلاء، ولم أسمع بمن يأمر بإخلاء مستشفيات من قبل هذه الواقعة في الوقت الحالي. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الآن جريمة، أغلظ جريمة من الجرائم في القانون الدولي، وهي جريمة الإبادة الجماعية. نأمل أن يكون هنالك تدخل سريع من الدول العربية لوقفه، ومن الدول الحليفة والصديقة. نحن نعلم أن الولايات المتحدة أطلقت يد إسرائيل للتهجير، وأطلقت يد إسرائيل أيضا للقصف العنيف جدا. هي تشجع إسرائيل على الدخول وتمدها الآن بالسلاح. بالضبط. وبالتالي وليس فقط سيد أو دكتور منير من قبل الولايات المتحدة، يعني هنالك دول أوروبية أيضا ساندت إسرائيل منذ اللحظات الأولى في شنها لهذه العملية العسكرية على قطاع غزة، بل وأيضا أعطتها الضوء الأخضر بتوسيع هذه العملية العسكرية. إذن ما الذي يمتلكه الفلسطيني اليوم في فضح جرائم الاحتلال أمام هذا المجتمع الذي يساند أصلا إسرائيل في هذه العملية العسكرية؟ نعم، من ناحية نحن نعمل بشكل مستمر كمجتمع مدني فلسطيني على متابعة وفضح جرائم الاحتلال من خلال الآليات التي نتبعها دائما، كتابة التقارير، التواصل مع المجتمع الدولي، التواصل مع مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية، مثل أعضاء مختلفين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل ذلك. ولكنني أقول أن هذا لا يكفي الآن، نحن بحاجة إلى ما هو فوق العمل المعتاد في هذا الوقت. وأنا أعلم أنه غدا بإذن الله ستعقد قمة مهمة في القاهرة، وأعتقد أن من شأن هذه القمة أن تغير المعادلة إذا ما أردنا ذلك. في هذه القمة أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك مطلبان حقوقيان أساسيان يركز عليهم الدول العربية، يعني مصر وفلسطين والأردن وجميع الدول التي ستشارك. أولا، إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بدون أي شروط، وهذا مهم. أنا أعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يفرض قاعدة، وهي أن توزع المساعدات الإنسانية فقط في الجنوب، وأن يحرم منها من بقوا في شمال القطاع، وهذا مخالف للقانون الدولي. بالضبط، يعني رسمت هذه الخارطة من قبل قوات الاحتلال. لا أعلم دكتور منير إن شاهدت آخر منشور قام الاحتلال برميه على قطاع غزة، كان هنالك خارطة في نهاية هذا المنشور تحدثت أن هنالك منطقة آمنة سوف يتم توزيع فيها المساعدات. هذه المنطقة تقع على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. نعم، هذا صحيح، وبالتالي لا يمكن في هذا الوقت إلا أن توزع هذه المساعدات في ذلك المكان، وهذا لا بأس به. ولكن علينا التأكد بأن أنا أعتقد أنه ربما بعد توزيع المساعدات سيبدأ، لأنهم الآن أنا أتابع إعلامهم بشكل أو بآخر، يعني ليس متابعة حثيثة ولكن أتابعه، وأرى أنهم يحاولون الربط ما بين المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق الأمم المتحدة وغيرها
وبين المقاومة الفلسطينية، ويحاولون أن يقول أنه حتى الغذاء والدواء والماء والكهرباء هي تصل للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي تستخدم ضد الاحتلال الإسرائيلي. لماذا هي تقول ذلك؟ لأنه حسب القانون الدولي الإنساني يسمح للأطراف المتحاربة أن تستهدف الأعيان والأشخاص العسكريين، وأيضا أن تعمل ما يمكن فعله لكي تضمن أن لا يمد العدو العسكري في هذا الحال، أن يمد بما يزيده من قوة. وبالتالي هم يحاولون الربط بين الغذاء والماء وبين المحاربين في قطاع غزة، وهذا ليس منطقيا سياسة وليس العقاب مقبولا الجماعي يعني. بالقانون الدولي. الغذاء والماء يجب أن يدخل، يجب أن يوزع بالقسط على أهل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. من يحتاج هذا الغذاء والماء يجب أن يصل إليه بغض النظر عن مكان إقامته. ولكنهم كما أعلم سيقومون بالتحجج، أو كما أتوقع، لا أعلم طبعا، سيقولون كما قالوا في السابق إن هذه المساعدات ستذهب إلى تستخدم الفصائل من قبل الفلسطينية، نعم. المسلحين، طيب. وكل ذلك. يعني هم هذه الدعاية التي يضعونها في هذه هي الرواية يعني الإسرائيلية يستخدمونها منذ التي أعتقد أن يتم الهدف الترويج الكامل إليها. الذي يجب أن تركز عليه في القمة هو وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن. إن الأرواح تزهق في قطاع غزة بجنون، الشهداء يموتون ويستشهدون بإذن الله في بالمجموعات، الأسر كاملة تباد بدون وجه حق، وبدون أن ولا حتى في أي قانون من قوانين العالم ولا شريعة من شرائع العالم، سواء القانون الدولي أو الأخلاق حتى. تقتل العائلات الآمنة التي بالضبط. نشأت ونزحت يعني أريد أن بالأمس أفهم منك هذه النقطة دكتور إذا سمحت قصفوا لي. كنيسة. دكتور منير، عفوا. أريد أن أفهم منك هذه النقطة، يعني ما الذي يقوله القانون الدولي بشأن استهداف المدنيين العزل وحتى الأطفال، النساء، الشيوخ؟ المؤسسات المدنية لم تسلم هي الأخرى من القصف الإسرائيلي، يعني وصل الأمر حتى إلى المدارس والمستشفيات. ما الذي يقوله القانون الدولي بشأن هذه الجرائم؟ بموجب القانون الدولي فإن استهداف إنسان واحد مدني يعد جريمة حرب. إنسان واحد يعد جريمة حرب. استهداف مجموعة كبيرة من المدنيين يعد مجموعة كبيرة من جرائم الحرب، ويعد أيضا جريمة ضد الإنسانية. الأعياء أيضا، استهداف الأعيان المدنية كل واحد منهم يعتبر جريمة حرب، أما إذا كان ممنهجا أو على نطاق واسع فإنها يصبح جريمة ضد الإنسانية، وهي أشنع من جريمة الحرب. وفي الحالة التي نراها اليوم، الحرمان من الطعام، الحرمان من الماء، الحرمان من الكهرباء، الحرمان من الوقود، تهجير كامل لنصف القطاع إلى النصف الآخر، مليون إنسان من الشمال يذهبون إلى الجنوب، وإخلاء للمستشفيات، أي حكم بالإعدام كما قالت مؤسسات أممية مختلفة، حكم بالإعدام على المرضى. هذا يفوق الجرائم ضد الإنسانية ويصل إلى درجة الإبادة الجماعية، وهي أسوأ جريمة من الجرائم الدولية. أعتقد أنه من واجبنا كدول عربية وكدول محبة للحق ومحبة للسلام ومحبة للقانون الدولي أن نضغط ضغطا كبيرا اليوم على المحكمة الجنائية الدولية وعلى المدعي العام كريم خان، لأن يبدأ بالتحرك، لأن يبدأ بالتعبير عن أنه كيف؟ يحقق في كيف دكتور جرائم حرب وجرائم منير؟ ضد هنا المعضلة الإنسانية محتملة دكتور في منير، قطاع غزة. هنا المعضلة. كلنا نعلم أن العالم يكيل بمكيالين، أوكرانيا ضربت من قبل روسيا، تحرك العالم وتحركت الأمم المتحدة وتحركت المحكمة الجنائية الدولية نحو التحقيق في جرائم حرب يقال أنها ارتكبت في أوكرانيا. اليوم أطفال غزة يقتلون أمام الكاميرات وأمام الجميع، ولا أحد يأبه بذلك، ولا يوجد حتى أي تحرك دولي بذلك، بل يعطى الضوء الأخضر من قبل الدول الأوروبية ومن قبل الولايات المتحدة لإسرائيل بتوسيع هذه العملية العسكرية. إذن كيف
كيف نلاحق إسرائيل؟ كيف يلاحق الفلسطيني اليوم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ بمساعدة الدول العربية، بمساعدة الدول الصديقة، بمساعدة منظمة التعاون الإسلامي،